هي سيئة جدا في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، واخد بالك؟ المستشفيات الحكومية المريض بيبقى قاعد، ده ما في المستشفيات زي الدمرداش سمعت ان فيها اجزخانه ما فيهاش ادويه، الادويه المستورده مش موجوده لاي مريض سواء عنده الله اكبر كانسر او عنده اي سلام فيروسي او عنده حاله نفسيه من الادويه المستورده، ما في. فين هو المفروض ان انا كمريضه في الدوله، ليه الدوله ليها تجي واجبها ملتزمه؟ انا حقي ان المفروض الدواء المستورد يبقى موجود متوافر، مش مسؤوليتي يعوم الجنيه يغطي الجنيه. انا ليا ان انا اكون مريضه الاقي دوايا، دوايا المستورد فين؟ رئيس الجمهوريه اللي بيحس بالشعب فين؟ فين رئيس الجمهوريه اللي بيحس بغلابه الشعب؟ فين توفير الدواء المستورد اللي مش موجود لحد النهارده؟ الناس تجري في الشارع، بتجري في الاجزخانات في الشارع عشان تشوف الدواء اللي ناقص. فين رئيس الجمهوريه مش حاسس بالشعب ولا غلب ولا الشعب الضعيف ليه؟ شايفه فين هي لتحسين الخدمات دي؟ نعم؟ شايفه فين هي لتحسين الخدمات؟ انا مش شايفه حاجه، بل اتدهورت اكتر. اتدهورت اكتر، هتقولي لي ليه؟ عشان الدكتور اللي قاعد في المستشفى بيقبض مش عارفه مرتب بسيط، يقول على قد اللي انا بقبضه اعمل بيه. على قد اللي بقبضه بعمل بيه، لكن ما فيش اصلا ان هو يحسن الخدمات. وزير الصحه عشان ينزل اول ما جيت في المكتب نزل يفتش بس على التقالات مستشفيات الصبح عشان يشوف الدكاتره موجوده ولا لا. بس بالنسبه للتحسينات يعني هنا في التامين العلاج اللي هو بيتكتب بنصرفه من الاجزخانه، ما فيش حاجه مقصرين فيها صراحه. ما فيش خدمات اصلا صحيه ولا اي حاجه متوفره لينا ولا لاي حد في الدنيا. شايف فين هي الحكومه ان هي تحسن الخدمات دي؟ الحكومه ما بتعملش اي حاجه خالص للشعب. طب شايف ايه السبب كده؟ السبب ان احنا اللي اخترناهم واحنا اللي حطينا ناس ظلمه تحكمنا، مش اكتر من كده، والرئيس ما بيعملش اي حاجه للشعب. ممكن تحكي لنا موقف عرضت لك مستشفى حكومي؟ كتير بصراحه. اقرب موقف كان ليا انا، رحت مستشفى السيد جلال، كنت عامل حادثه ودراعي كان مكسور، رحت هناك خيطوا لي دراعي كده وما عملوش فيه اي حاجه، هو دراعي كان مكسور من جوه، كان محتاج عمليه في ساعتها. سبب ان هم خيطوا لي دراعي، انا دلوقتي دراعي بحركه ببطء جدا، يعني معاق لسه لحد دلوقتي بسبب ان انا رحت المستشفى غلط. عندي 63 سنه ومش قادره امشي برجلي وتعبانه جدا ومش عارفه اعمل ايه. كل ما اروح لدكتور يقول لي روح للدكتور الفلاني، كل ما اروح لدكتور يقول لي روح، وانا دلوقتي انا مش مستحمله ان انا اروح في اي مكان ب 300 وب 400 جنيه، حرام كده ما ينفعش. شايفه فين هي الحكومه ان هي تحسن الخدمات دي؟ ايه؟ شايفه ان فين هي الحكومه تحسن الخدمات؟ لا والله انا مش شايفه ان هم يعملوا لنا حاجه خالص، هم بيعملوا لنفسهم بس. بيعملوا لنفسهم بس. كنا موقف عرضت لك مستشفى حكومي. المستشفى حكومي؟ تعالي شوفي المستشفيات الحكوميه كلها زي الزفت، ما فيش مستشفى حكومي، والخاصه كمان. المستشفيات الخاصه فقط لا غير، لكن المستشفى الحكومي ما فيش اي اعتناء بالمريض، لان بالنسبه لهم المريض ده عباره عن حيوان مش بني ادم يعني. شايف الحكومه ممكن تحسن الخدمات الصحيه دي؟ والله لو عايزه تحسن هتحسن، لكن انا شايف ان محدش عايز يعمل حاجه جديده يعني. ممكن تحكي لنا موقف حصل لك في يعني؟ هو كتير بصراحه، مش موقف واحد يعني، كتير يعني. ابسطها مثلا كان معايا في يوم ابني دوت تعبان جدا الساعة 5 الفجر، ودخلت بيه المستشفى كان مش قادر ياخد نفسه، ودخلت المستشفى دورت على دكتور في الاستقبال في مستشفى ولاية الدكرور، قعدت أكتر من نص ساعة خبط على أوضة عشان أصحي دكتور يطلع يكشف على الأرض وهو بيموت. الخدمات الصحية سيئة جدا في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، واخد بالك؟ المستشفيات الحكومية المريض بيبقى قاعد، ده في المستشفيات زي الدمرداش سمعت ان فيها اجزخانه ما فيهاش ادويه، الادويه المستورده مش موجوده لاي مريض سواء عنده الله اكبر كانسر او عنده اي سلام فيروسي او عنده حاله نفسيه من الادويه المستورده، ما في. فين هو المفروض ان انا كمريضه في الدوله، ليه الدوله ليها تجي واجبها ملتزمه؟ انا حقي ان المفروض الدواء المستورد يبقى موجود متوافر، مش مسؤوليتي يعوم الجنيه يغطي الجنيه. انا ليا ان انا اكون مريضه الاقي دوايا، دوايا المستورد فين؟ رئيس الجمهوريه اللي بيحس بالشعب فين؟ فين رئيس الجمهوريه اللي بيحس بغلابه الشعب؟ فين توفير الدواء المستورد اللي مش موجود لحد النهارده؟ الناس تجري في الشارع، بتجري في الاجزخانات في الشارع عشان تشوف الدواء اللي ناقص. فين رئيس الجمهوريه مش حاسس بالشعب ولا غلب ولا الشعب الضعيف ليه؟ شايفه فين هي لتحسين الخدمات دي؟ نعم؟ شايفه فين هي لتحسين الخدمات؟ انا مش شايفه حاجه، بل اتدهورت اكتر.
دهورت اكتر. هتقولي لي ليه؟ عشان الدكتور اللي قاعد في المستشفى بيقبض مش عارفه مرتب بسيط، يقول على قد اللي انا بقبضه اعمل بيه، على قد اللي بقبضه بعمل بيه، لكن مفيش اصلا ان هو يحسن الخدمات. وزير الصحه عشان ينزل اول ما جه في المكتب نزل يفتش بس على المستشفيات الصبح عشان يشوف الدكاتره موجوده ولا لا. بس بالنسبه للتحسينات يعني هنا في التامين العلاج اللي هو بيتكتب بنصرفه من الاجزخانه، ما فيش حاجه مقصرين فيها صراحه. مفيش خدمات اصلا صحيه ولا اي حاجه متوفره لينا ولا لاي حد في الدنيا. شايف ان الحكومه ان هي تحسن الخدمات دي؟ الحكومه ما بتعملش اي حاجه خالص للشعب. شايف السبب كده؟ السبب ان احنا اللي اخترناهم واحنا اللي حطينا ناس ظلمه تحكمنا، مش اكتر من كده. والرئيس ما بيعملش اي حاجه للشعب. ممكن تحكي لنا موقف عرفته في مستشفى حكومي؟ كتير بصراحه. اقرب موقف كان ليا انا، رحت مستشفى السيد جلال، كنت عامل حادثه ودراعي كان مكسور. رحت هناك خلطوا لي دراعي كده وما عملوش فيه اي حاجه، هو دراعي كان مكسور من جوه، كان محتاج عمليه في ساعتها. بسبب ان هم خيطوا لي دراعي انا دلوقتي دراعي بحركه ببطء جدا، يعني معاق لسه لحد دلوقتي بسبب ان انا رحت المستشفى غلط. عندي 63 سنه ومش قادره امشي برجلي وتعبانه جدا ومش عارفه اعمل ايه. كل ما اروح لدكتور يقول لي روح للدكتور الفلاني، كل ما اروح لدكتور يقول لي روح. وانا دلوقتي انا مش مستحمله ان انا اروح في اي مكان ب 300 وب 400 جنيه، حرام كده ما ينفعش. شايفه فين هي الحكومه ان هي تحسن الخدمات دي؟ ايه؟ شايفه ان فين هي الحكومه تحسن الخدمات دي؟ لا والله انا مش شايفه ان هم يعملوا لنا حاجه خالص، هم بيعملوا لنفسيهم بس. بيعملوا لنفسيهم بس. كنا موقف تعرضت له في مستشفى حكومي؟ تعالي شوفي مستشفيات الحكومية كلها زي الزفت، ما فيش مستشفى حكومي، والخاصة كمان المستشفيات الخاصة فقط لا غير، لكن المستشفى الحكومي ما فيش أي اعتناء بالمريض، لأن بالنسبة له المريض عبارة عن حيوان مش بني آدم. يعني شايف الحكومة ممكن تحسن الخدمات الصحية دي؟ والله لو عايزة تحسن هتحسن، لكن أنا شايف إن محدش عايز يعمل حاجة جديدة. يعني هي ممكن تحكي لنا موقف حصل؟ هو كتير بصراحة، مش موقف واحد يعني، كتير. يعني أبسطها مثلا كان معايا في يوم ابني دوت تعبان جدا الساعة 5 الفجر، ودخلت بيه المستشفى كان مش قادر ياخد نفسه، ودخلت المستشفى دورت على دكتور في الاستقبال في مستشفى ولاية الدكرور، قعدت أكتر من نص ساعة خبط على أوضة عشان أصحي دكتور يطلع يكشف على الأرض وهو بيموت. مع الحكيم يطلق خدمة جديدة مباشر على صفحة البرنامج على فيسبوك. نتلقى أسئلتكم ونقدم استشارات طبية فورية كل أحد في 5 مساء. منكم السؤال ولدينا الجواب.
للإعلان على قنوات شبكة الجزيرة الإعلامية يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني advertising@aljazeera.net أو الاتصال على هاتف رقم 401-58585. دولة الاحتلال أصدرت قراراً لتحظر الرباط، يعني أنها ستحظر كل من يدخل إلى المسجد الأقصى، لأن كل من يدخل المسجد الأقصى وتواجد فيه هو مرابط. كلهم بيعرفونا وبيعرفوا إنه موظفين، مش راضين يدخلونا. مكة لن تكون فرحة ما دامت القدس حزينة، ولا المسجد الحرام سيكون سعيدا ما دام الأقصى بهذه الحالة. ان الرزق على الله، فاللي ربنا بيرزقنا بيه تكفي والحمد لله على كل حال. الراتب بتاعك اخر يوم كام في الشهر؟ انا مهنه حره فماليش دخل ثابت، انما وفقا اللي بقولك الحسابات الماديه عمر ما يكفي ربع مصاريف انا بصرف، فبالتالي مرتبي فعلا او اللي بيخش لي ما يكفيش، انما في رزق من ربنا في بركه، عشان كده يعني الواحد مش حاسس، انما وفقا للاعصار اللي احنا فيها والأسعار مرتفعة وحالة الركود اللي في البلد، ما فيش حد خالص، الطبقة طبعا متوسطة أو الأقل متوسطة متأثرة جدا بالغلاء والأسعار الرهيبة اللي احنا فيها، وإحنا طبعا من ضمن الطبقة ديت يعني، فإحنا أكثر ناس متأثرة. طب بما إنك جبت سيرة الأسعار والغلاء والكلام ده كله، هو ليه لما حصل الغلاء ده كله وزادت الأسعار ليه المرتبات ما زادتش؟ ليه الدولة ما زادتش المرتبات؟ طبعا فيها عجز في الميزانية كبير، والدولة بتلجأ دايما للقروض، سواء القروض على مستوى الدولي صندوقنا الدولي او على مستوى الدول اللي بنعملها اقترض بيها على الفاضي ومليان، فبالتالي عمره ما الحكومه هتزود مرتبات الشعب، لان ده هيسبب عبء عليها اكتر، فبالتالي الحكومه مش يعني مش في دماغها او مش في خطتها موضوع الموظف وموضوع الناس الغلابه، ان هي موضوع ناس معينه هم اللي بيقبضوا ومرتباتهم بتعلى، وبالتالي الشعب الغلبان دوت مطحون نفسه. لا والله ما بيركف، وساعات وطبعا موضوع الحوافز دي في ايد المدير، ان هو يشوفك بتشتغلي وما بتشتغليش والكلام ده، وربنا يعلم. ومره الشهر اللي فات خصم لنا 600 جنيه، يعني انا عن نفسي اتخصم لي 600 جنيه ماشي الشهر ده عشان تامينات والمعاشات، اتخصم مني 200 جنيه. تشوف ليه الراتب ما بيزيدش مع ان الاسعار زادت؟ ما هو ده من زمن الزمن، واحنا كده من زمن ازاي كل حاجه تغلى والجشع بيغلى والراتب زي ما هو. احد المسؤولين من فتره صرح ان الحد الادنى للاجور مش هيزيد، ما تصدقيش حد مش هيزيد. قال مش هيزيد، كان احنا المفروض ناخد الكادر لحد دلوقتي، رئيس الهيئه وقفوا ليه ما نعرفش، وقفوا ويطلع في التلفزيون ويقول وهيعيد كلام بياخد عليه هو فلوس. ايه هو يثبت الاسعار مرحله جايه، المفروض يسيطر على الاسعار، مش عايزين زياده في المرتب، احنا عايزين الاسعار تهدى، ما انت لو الاسعار هديت هنعمل يعني مش محتاجين زياده اسعار مرتبات بس، لكن هو كمان الدولار كان ب 8 جنيه وكان ادنى من ذلك، دلوقتي ما شاء الله بقى بحاجه 20، هم اللي بيقولوا في الاسعار كده يعني متناول، فطبعا حاجه زادت بطبيعه الحال، لكن الاسعار بتزيد مقابل انت بتستورد من بره، احنا لو انتجنا في مصر هتبقى الدنيا حلوه والحاجه هترخص، ومتهيألي ان مرحله جني الثمار قربت للظروف اللي مرينا بيها سابقا، يعني 1 مليون فدان لو اتزرعوا قمح اكيد القمح هناكله، لكن الحيوانات هتاكل التبن وغيره، ده هيوفر لحوم هيوفر البان، وان شاء الله هتبقى الدنيا احلى بكتير جدا. مش رواتب، زواتب زي ما هي، حتى كان في كادر قال ولا في كادر جه ولا حاجه. ممكن احد المسؤولين طلع استني من فتره وقال ان الرواتب مش هتتعليق على تزيد، حرام طبعا ان الرواتب ما تزيدش والحاجه غليت، ازاي الحاجه بتغلى 3 مرات وهو ما فيش حاجه زادت.
الراتب ما يكفيش. انا من ناحيه ان الرزق على الله، فاللي ربنا بيرزقنا بيه تكفي والحمد لله على كل حال. الراتب بتاعك اخر يوم كام في الشهر؟ انا مهنه حره فماليش دخل ثابت، انما وفقا اللي بقول لك الحسابات الماديه عمر ما يكفي ربع مصاريف انا بصرف، فبالتالي مرتبي فعلا او اللي بيخش لي ما يكفيش، انما في رزق من ربنا في بركه، عشان كده يعني الواحد مش حاسس. انما وفقا للاسعار اللي احنا فيها والاسعار مرتفعه وحاله الركود اللي في البلد، ما فيش حد خالص، الطبقه طبعا متوسطه او الاقل المتوسطه متاثره جدا بالغلاء والاسعار الرهيبه اللي احنا فيها، واحنا طبعا من ضمن الطبقه ديت يعني، فاحنا اكثر ناس متاثره. طب بما انك جبت سيره الاسعار والغلاء والكلام ده كله، هو ليه لما حصل الغلاء ده كله وزادت الاسعار ليه المرتبات ما زادتش؟ ليه الدوله ما زادتش المرتبات؟ طبعا فيها عجز في الميزانيه كبير، والدوله بتلجأ دايما للقروض، سواء القروض على مستوى الدولي صندوقنا الدولي او على مستوى الدول اللي عماله تطالب بيها على الفاضي ومليان، فبالتالي عمره ما الحكومه هتزود مرتبات الشعب، لان ده هيسبب عبء عليها اكتر. فبالتالي الحكومه مش في دماغها او مش في خطتها موضوع الموظف وموضوع الناس الغلابه، ان هي موضوع ناس معينه هم اللي بيقبضوا ومرتباتهم بتعلى، وبالتالي الشعب الغلبان دوت مطحون مفصول. لا والله ما بيركف، وساعات غاليه، وطبعا موضوع الحوافز دي في ايد المدير، ان هو يشوفك بتشتغلي ما بتشتغليش والكلام ده، وربنا يعلم. ومرض الشهر اللي فات خصم لنا 600 جنيه، يعني انا عن نفسي اتخصم لي 600 جنيه ماشي الشهر ده، عشان تامينات والمعاشات اتخصم مني 200 جنيه. انت شايفه ليه الراتب ما بيزيدش مع ان الاسعار زادت؟ ما هو ده دي من زمن الزمن، واحنا كده من زمن ازاي كل حاجه تغلى والجشع بيغلى والراتب زي ما هو. احد المسؤولين من فتره صرح ان الحد الادنى للاجور مش هيزيد. ما تصدقيش حد، مش هيزيد. قال مش هيزيد. كان احنا المفروض ناخد الكادر لحد دلوقتي، رئيس الهيئه وقفوا ليه ما نعرفش، وقفوا ويطلع في التلفزيون ويقول وهيعيد كلام بياخد عليه هو فلوس. ايه هو يثبت الاسعار مرحله جايه؟ هو المفروض يسيطر على الاسعار، مش عايزين زياده في المرتب، احنا عايزين الاسعار تهدى. ما انت لو الاسعار هديت هنعمل يعني، مش محتاجين زياده اسعار مرتبات بس. لكن هو كمان الدولار كان ب 8 جنيه وكان ادنى من ذلك، دلوقتي ما شاء الله بقى بحاجه و20. هما اللي بيقولوا في الاسعار كده يعني متناول، فطبعا حاجه زادت بطبيعه الحال، لكن الاسعار بتزيد مقابل انت بتستورد من بره. احنا لو انتجنا في مصر هتبقى الدنيا حلوه والحاجه هترخص، وبالتالي ان مرحله جني الثمار قربت للظروف اللي مرينا بيها سابقا، يعني مليون فدان لو اتزرعوا قمح اكيد القمح هناكله، لكن الحيوانات هتاكل التبن وغيره، ده هيوفر لحوم هيوفر البان، وان شاء الله هتبقى الدنيا احلى بكتير جدا. مش رواتب زي ما هي، حتى كان في كادر قال ولا في كادر جه ولا حاجه. ممكن احد المسؤولين طلع استنى الرواتب مش هتزيد، تعليق على تزيد؟ حرام طبعا ان الرواتب ما تزيدش والحاجه غليت. ازاي الحاجه بتغلى 3 مرات وهو ما فيش حاجه زادت؟